السلام عليكم، أهلا بكم طلابي طلاب الصف الرابع في درس جديد من دروس اللغة العربية. عنوان الدرس: اللام الشمسية واللام القمرية. يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أن يميز اللام الشمسية واللام القمرية لفظا وكتابة، يكتب كلمات تبدأ باللام الشمسية واللام القمرية. هيا بنا نبدأ. عزيزي الطالب، تأمل الصورة التي أمامك واقرأ هذه الكلمات: القلم، الصندوق. ما الفرق بين الكلمتين من حيث نطق اللام؟ أحسنتم، نطقت في كلمة القلم ولكنها لم تنطق في كلمة الصندوق. متى تنطق اللام ومتى لا تنطق؟ هذا ما سنعرفه في درس اليوم. اللام الشمسية واللام القمرية. عزيزي الطالب، يمكنك إيقاف المقطع وقراءة الفقرة، ومن ثم أكمل المقطع لتتابع باقي الدرس. اقرأ الفقرة الآتية ثم أجب عن الأسئلة. قال الأرنب: أنا سريع الركض وسأعاونك في بحثك. شكرت الحمامة للأرنب رغبته في مساعدتها، ولكنها قالت له: الحمامات الصغيرات متشابهات، وإذا شاهدت ابنتي فلن تعرفها، ولا أحد غيري أنا أمها يستطيع التعرف إليها. هيا طالب العزيز، أجب عن هذا السؤال: لماذا رفضت الحمامة مساعدة الأرنب؟ أحسنتم، لأن الحمامات الصغيرات متشابهات، وإذا شاهد ابنتها فلن يعرفها. اقرأ الكلمات في العمود الأول وانتبه للفظ اللام فيها. الكلمة: الأرنب، الحمامة، الوطن، الجبل. لاحظ معي طالب العزيز، هل نطقت اللام في هذه الكلمات؟ الفظها مرة أخرى: الأرنب. نعم نطقت، إذن هذه لام قمرية. لاحظ معي طالب العزيز أن اللام القمرية ساكنة، أي أنني أضع فوقها السكون، وأن الحرف الذي يأتي بعدها يكون حرف متحركا، أي عليه حركة. لاحظ بنفسك: الأرنب، الحمامة، الوطن، الجبل. نلاحظ أن هذه الأحرف التي جاءت بعد اللام القمرية حروف متحركة. والآن هيا بنا طالب العزيز نهجئ كلمة الأرنب. الأرنب، همزة وصل، لام قمرية، همزة قطع، راء، نون، باء. الأرنب. إذا تأملنا الكلمات السابقة فإننا نلاحظ أن اللام القمرية ساكنة، وأن الحرف الذي يليها متحرك دون شدة، كما في الكلمات الآتية: القمر، الأرض، العمل. هيا بنا طلابي الأعزاء نتذكر أحرف اللام القمرية: الألف، الباء، الجيم، الحاء، الخاء، العين، الغين، الفاء، القاف، الكاف، الميم، الهاء، الواو، الياء. والآن لننتقل إلى جزء جديد من أجزاء القاعدة. اقرأ الكلمات في العمود الأول وانتبه للفظ اللام فيها. الكلمة: الركض، الصغيرات، التعرف، اللوز. هل نطقت اللام بهذه الكلمات؟ هيا الفظ معي الكلمات مرة أخرى ولاحظ بنفسك: الركض، الركض. نعم لم تنطق اللام. استمع: الصغيرات، التعرف، التعرف، اللوز. إذن لم تنطق اللام في هذه الكلمات، فهي لام شمسية. أحسنتم. تأمل معي طالب العزيز الحرف الذي جاء بعد اللام الشمسية. انطق الكلمات مرة أخرى:
الركض. تأمل الحرف الذي جاء بعد اللام الشمسية. كم مرة نطق؟ الركض، الركض. أحسنت، نطق مرتين. انتبه مرة أخرى، الركض. المرة الأولى ساكنة، الر، والمرة الثانية انتبه، الر. المرة الثانية متحركة. إذن فالحرف الذي يأتي بعد اللام الشمسية حرف مشدد، أي أنه نطق مرتين، مرة ساكنا ومرة متحركا. والآن طالب العزيز، هيا بنا نهجئ كلمة الصغيرات. الصغيرات، همزة وصل، لام شمسية، صاد مشددة، غين، ياء، راء، ألف، تاء. ومن المؤكد طالب العزيز أنك الآن تتساءل، إذا كانت اللام بكلمة اللوز لاما شمسية، فلما أسمع صوت اللام عند نطق كلمة اللوز؟ سؤال وجيه إليك إجابته. كلمة لوز تبدأ بحرف اللام، وعند دخول ألف التعريف إليها يصير في الكلمة لامان. لذلك عندما تسمع صوت اللام في كلمة اللوز فإنه صوت اللام الأصلية وليس صوت اللام الشمسية، وهنا سنضيف الشدة فوق اللام التي تأتي بعد اللام الشمسية. وكذلك الحال في كلمتي الليمون واللؤلؤ وجميع الكلمات التي تشتمل على لامين إحداهما لام شمسية. إذا تأملنا الكلمات السابقة فإننا نلاحظ أن اللام الشمسية تحذف في النطق، وأن الحرف الذي يليها يكون مشدداً كما في الكلمات الآتية: الركض، الصغيرات، التعرف. تعالوا نتذكر أحرف اللام الشمسية: التاء، الثاء، الدال، الذال، الراء، الزاي، السين، الشين، الصاد، الضاد، الطاء، الظاء، اللام، النون. هيا بنا طالب العزيز تأمل اللام الشمسية واللام القمرية عند الوصل وعند الوقف. انظر، قال الأرنب، هنا جاءت الكلمة التي تشتمل على لام القمرية في وسط الجملة. شكرت الحمامة. أما الآن انتبه إلى اللام القمرية إذا بدأ بها الكلام. قالت له: الحمامات الصغيرات متشابهات. والآن مع اللام الشمسية، انظر إليها إذا جاءت في كلمة في وسط الجملة: أنا سريع الركض، الحمامات الصغيرات. والآن إليك هذا المثال للام الشمسية إذا بدأت بها الكلام: الصدق من جاء. أضف التعريف إلى الكلمات الآتية ثم انطقها لتكتبها مضبوطة بالشكل في الجدول الآتي: الكلمة الأولى خيل، الكلمة بعد إضافة ال. هيا ماذا سنفعل؟ بما بدأت كلمة خيل؟ أحسنتم، بدأت بحرف الخاء وهو حرف من حروف اللام القمرية، إذن سنضيف ال التعريف ونضع السكون فوق اللام القمرية ونحذف التنوين، لأن ال التعريف والتنوين لا يجتمعان معا في كلمة واحدة. الكلمة الثانية زهرة، اقرأ زهرة. بما بدأت هذه الكلمة؟ أحسنتم، بدأت بحرف الزاي وهو حرف من حروف اللام الشمسية، إذن سنضيف ال التعريف، ولا تنسى أن تضع الشدة فوق حرف الزاي، ولا تنسى أيضا أن تحذف التنوين. والآن هيا بنا يا صديقي، يمكنك أن تجيب عن باقي التدريب بمفردك، فلديك طريقة الحل. انتبه معي الآن عزيزي الطالب، اقرأ الكلمة الأرنب. بما بدأت هذه الكلمة؟ أحسنت، بدأت بأل التعريف، ونلاحظ أن اللام هنا ما نوعها؟ أحسنت، كما قلت لام قمرية، أستطيع أن أرى السكون فوقها. الفظ الكلمة مرة أخرى، الأرنب. ولكن يا ترى
ماذا يحدث لهذه الكلمة عند دخول ضيف جديد عليها؟ انظر، حرف الجر اللام. هيا بنا نلاحظ ما الذي حدث؟ أحسنتم، سقطت الألف من أل التعريف وأصبح شكل الكلمة كما ترى، للأرنب، والأصل فيها حرف اللام الجر بالإضافة إلى كلمة الأرنب. إذا نستنتج أن حرف الجر اللام إذا دخل على الكلمة التي تبدأ بأل التعريف فإن الألف تسقط من الكلمة. يمكنك الآن طالبي العزيز أن توقف هذا العرض وتقوم بحل هذا التدريب بمفردك، ثم بعد ذلك قم بإعادة تشغيل العرض لتتابع طريقة الحل وتتأكد من صحة إجابتك. أعد كتابة الكلمات الآتية بعد إدخال حرف الجر اللام عليها، ثم انطقها نطقا صحيحا. الكلمة الأولى الوقت، هيا بنا ندخل حرف اللام. أحسنتم، ماذا سنفعل الآن؟ سنسقط الألف ويصبح شكل الكلمة للوقت. لاحظت أن ألف التعريف ليست موجودة؟ أحسنتم. الكلمة الثانية يمكنك أن تقوم بحلها بمفردك. الكلمة الثالثة التفوق، ماذا سنفعل؟ أحسنت، سنسقط الألف وتصبح الكلمة للتفوق، للتفوق. قم بالإجابة عن المثال الرابع بمفردك. هيا بنا يا صديقي ننتقل إلى جزء جديد من أجزاء الدرس. عبر عن الصور التالية بكلمات مشتملة على أل التعريف. طلابي الأعزاء، أوقفوا الفيديو وعبروا عن هذه الصورة بمفردكم، ثم أكملوا المقطع لتتأكدوا من إجابتكم. انظر، إنها صورة جميلة لمدينة الدوحة. هيا بنا نوظف كلمة الدوحة في جملة معبرة عن هذه الصورة. ماذا سنقول؟ الدوحة عاصمة دولة قطر. أحسنتم. هل يمكنك يا صديقي أن تحدد نوع اللام في كلمة الدوحة؟ نعم، كما قلت، رائع، إنها لام شمسية. ماذا يمكنك أيضا أن تلاحظ في هذه الكلمة؟ أحسنت، نلاحظ الشدة فوق حرف الدال لأنه الحرف الذي جاء بعد اللام الشمسية. والآن هيا بنا نعبر عن صورة أخرى. ماذا ترى في هذه الصورة؟ أحسنت، نرى الفاكهة. إذن هيا بنا نوظف كلمة الفاكهة في جملة مفيدة. الفاكهة تمد الجسم بالطاقة. أحسنتم، ما نوع اللام بكلمة الفاكهة؟ نعم، كما قلتم، لام قمرية، نستطيع أن نرى السكون فوقها. هل يمكنك الآن أيها البطل أن تفكر في جمل مختلفة توظف فيها كلمة الدوحة والفاكهة؟ هيا فكر وسجل إجابتك. والآن طبق على ما درست من خلال تعبيرك عن هذه الصور التي أمامك بكلمات مشتملة على أل التعريف، وأدخل هذه الكلمات في جمل مفيدة. هيا يا بطل، يمكنك أن تقوم بذلك. والآن لننتقل إلى هذا التدريب. أكمل الفراغات في الجمل الآتية بكلمات تشتمل على أل التعريف مع ضبط حروف الكلمة ونطقها بشكل صحيح. ألف فراغ صفة مذمومة في الإنسان. فكر في كلمة تشتمل على أل التعريف. أحسنت، الحسد، ربما الكذب، ربما الغيرة، كل هذه صفات مذمومة. هل الطالب المسلم يتصف بهذه الصفات السيئة؟ أحسنت، بالطبع لا يتصف بها. هيا بنا ننتقل إلى باء، فراغ طريق السعادة. ماذا سأقول؟ أحسنت، التعاون. يمكنك أن تفكر في كلمة أخرى لإكمال هذا الفراغ. هيا فكر. أحسنت، التفاؤل. إذن درسنا اليوم اللام الشمسية واللام القمرية، واتفقنا أن اللام الشمسية تكتب ولا تنطق، اللام القمرية تكتب وتنطق،
واتفقنا أيضا أنه في الكلمات التي تشتمل على ال التعريف تسقط الألف من ال التعريف عند دخول حرف الجر اللام عليها. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، آمل أن تكونوا قد استفدتم أعزائي الطلبة.